نروح دلوقتي نعرف الأخبار اللي هتحصل النهاردة بإذن الله. أبرز هذه الأخبار هو فتح باب التقدم للوظائف التكميلية بمسابقة تعيين معلمي رياضة الأطفال، وأيضا استقبال الوفود المشاركة في بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية. وكمان النهاردة في 8 مباريات قوية في الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فجامعة الدول العربية هتعقد الاجتماع رقم 87 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بمقر الأمانة العامة ولمدة يومين على المستوى الوزاري، وهيتم مناقشة عدد من الموضوعات المهمة زي عقد مؤتمر الإسكان العربي السابع يوم 18 ديسمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة. النهاردة هيتم فتح باب التقديم في المسابقة التكميلية الخاصة بالتعاقد على 3197 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال في 14 محافظة. التقديم هيستمر لمدة يومين على موقع بوابة الوظائف الحكومية. النهاردة هيبدأ استقبال الوفود المشاركة في بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية اللي بيتم استضافتها في مدينة مصر الأولمبية. البطولة هتنطلق في الفترة من 12 ولحد 28 أكتوبر. لعشاق الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع 8 مباريات قوية في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، من أهمها لقاء إنتر ميلان الإيطالي مع برشلونة الأسباني الساعة 9 بالليل، وفي نفس التوقيت هيلتقي ليفربول الإنجليزي مع رينجرز الاسكتلندي.